هاك الحب يعني ها. هذا نهز لك محفظه. السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كما كتشوفوا دابا مجبرتونا ماشيين عند احمد. غنبقاو ماشي النهار، ماشي غير رجلين ويصل مشى تقراه، استرجع الايام الطفوله. خالتي وحبيبه ومروه ومريم، واحنا ماشيين. عاد كيفاش زعما فاطمه فلتت لنا هالعشيه مشات؟ هو فاطمه مسكينه خصها غدا الصباح الطحان، خصها نوض بكري. مريم نسيت بالصح، عطلع الزيتون غدا بكري طحنوه. عطلع الزيتون ديالها ان شاء الله يا ربي غدا، داكشي باش مشات مسكينه. والله عينا عليها، قالت لنا لو كان ما كانش غدا الصباح نطلع الزيتون. تقصرت معكم وحتابت. ايوا انا بقى نفطر على خاطري عاد نمشي. غنمشي نشوفوا شنو عند احمد، غنمشوا باش نوجدوا معاه العشاء ان شاء الله. شوفوا نشوفوا شنو غنوجد لنا، نشوفوا معنا الكاميلا د احمد عاوتاني. لا رضوان خارج ليه، معت لي ماشي، انا ماشي يتسخر. خير سلام لاباس الحبيب بخير الصحة لاباس. الله يحفظك الجار، بارك الله فيك. يما ياك ما عيطتك العقبة؟ ما كاين اختي، إلا دورت راسك نصورك. إلا تقول مرة ونص دور راسك لهنايا. يلا لا نعرفك مرة، دور راسك. الله لا قدرتك. الحمد لله قطتي له راسه ما عندي ما تسالك، عرفت تبارك الله. هو حل البرد، الله الا البرد. يلا عندنا في المغرب دابا الغرب شويه بارد تبارك الله. كيفاش يا يما؟ يما خدامة حيا بي ماما ما كان مدرسة بنتي شدت قوامي انا اللي كنقول بنتي شدت محاربة الأمين. وأيمان قول لهم أنا محمد عادي فتحوا الباب. قول لهم أنا كنت عندو، قول لهم أنا محمد عادي فتحوا لي الباب داغية، فتحوا لي الباب داغية أنا فيها البرد. ها هو عم أحمد ها رب الصور. ما عندكش الضوء ولا؟ وهذا شنو اللي شاعر؟ لا شفت الدروج هو هذا بلا ضوء. أهلا وسهلا، أشبار لاباس عليك. اكيد انتم مزيانين مع راسكم كلشي دابا نضحكوا صافي عجبنا الله صافي الجمعه الا ولا ما جاي سبحان الله هذه وعام مولي مشو خليه ترجع بحال ديالو خليه هذا كبر الله تشوفوا دابا عمي جا عندي هو هو ويس عزيزه مسكينه عزيزه حق ها هي مجد حيت غير شلانه الله يعينك دابا هذا الشيء ولا وجه لا هذا يسقو منا شا منا غبايا والله تغدينا انا وان شاء الله. شوف احنا فيما شفتونا مع العائله راه كلشي بحال 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 عندنا الحمد لله. مرحبا بكم، انا مرحب بكم. عندنا عائله واحده ما كما على الطبيعه، كما نعيشوا الطبيعه ديالنا عاديا، نعيشوا معكم عادي. احنا ما عندناش هذاك الشيء اللي يقول الله شراح منه. كيبقى له محمد لاباس عليكم بخير كلشي مريم. المهم اليوم جا عندنا عمي ان شاء الله، جا عند احمد ولكن بحال بحال محمد كاشي ولا انت اللي زوج ان شاء الله. ما يبقى لي شريان هالعشيه. لا 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 سيمو الا هما جبتش الكامله قبلوا عليا بلا نسى الملاح ولا العطور ولا شي حاجه. سيم بالله هما جاتش الدنيا تنفضحك، سيم بالله عليك العقل تنفضحك. سمعتني ولا يا كاميرا شعل الدوم ماما وصل صور علينا في بليد لا بنتي لا يلا فاطمه تعب جابني في الكاميرا تلحق ديالي في الكاميرا
ها فاطمة زهرة صورة فاطمة زهرة كتشوفوها والله ما كنت في شي فيديو ديالنا لا ونادى وتلقاني كتجري عندي اش كتقول لي قول لي يا عمو انا ما كنت حتى في الفيديو ديالك عزيز عليا كنتشبروا لي غتفرج عادي نادى ما تفرجش الروس ها انا دعوه ثاني احمد عنده جوج بنات تبارك الله عندها فاطمة زهرة كتفرج فينا نادى نادى يماها مغيره معها واخا العياده مشات طلعت مع الشعر ما كتبغيش الشعر الحمر وانا كسيتوها مروه من السوايع الحمد لله انتم بخير هانيين ايوا الحمد لله احنا عاود تجمعنا عاود عند احمد جمعنا هنا عاود ثاني الله يرضى عليه باش يوجه لنا الجميله 5 5 عند ولد عمو شوف فرحه جاي عند ولد عمو شوف مرحبا بك محمد مرحبا في الدار ديالي عندي شكرا المشاهدين مرحبا بكم معنا وقبلوا علينا هاي هادشي اللي كاين احنا كما قلت لكم حنايا كنتصرفوا بالطبيعه ديالنا معاكم ومع العائله ومع كلشي ما كنقيوش ما المهم ما كان هادكم ولكن ما كنعيشوا الحياه ديالنا عاديه كنعيشوها معاكم مع العائله كامله الحمد لله ونتمنوا تعجبكم الفيديو ونشطوا معنا كل خير قولوا لنا كيف جاكم ديالي صافي بسم الله توكلنا على الله بسم الله على بركه الله بسم الله ينطلق العداد شوفوا احمد باش تعرفوا شغل عندهم تو دابا كيعمل طبليه باش الصرول يبقى له منقيل واخا تجي لقيناها فيها الطبليه لقيناها كله ما ماشي مشكل والله يلا بس عندك الشغل ساهل ولا اخاف عندك شي بحال فالده العشاب طيب والله ما بقيت عادي ماشي ولكن الدفين هذا باقي لا باقي العشاب الصح هو باقي العشاب الصح قال لي واش تسحب لك هنا هذا الشيء في اللعبه انا ماشي مضحك عرفنا ما يسغبوا ولكن زعما قبل شيء حاشي كويزيني فاهم صاحبي بن حمص سير شاف داك الشيء عنده هو ليش المصدر طيب ما هي طيب كما يطيبوا الناس كاملين كما يقولوا الناس العطريه مقيانه كما يقولوا لكن اللذافين هذا بقى بقى الصبيه والله الا هذيك الصبيه عنده فيها من اللذه بالله وعرفته اجي خيلا قبل ما نزوجوا ما كنا نجمعوا هنايا عنده كامل وكنا نباتوا هنا مع بعضنا شكون كيطيب لنا والله الا هو كيصاوبنا كوان كيصاوب لنا هذيك الشيء اللي حاطه طريق الصراط شو على اللذه سبحان الله عنده في هذيك ديالو ويجيب اللحام ويجي يصاوب لنا الجميله ويعيط لنا بعض المرات كنا نكونوا هكا خارجين هكا ونجيو نتعشاو والله العظيم الى اللذة زعما كوامل شحال ما طيب ما يبقاش والله ما يبقاش شحال قز الوقت ودابا نحيوها ان شاء الله ايه شو كنا نجمعوا لهنا كنا زوافريه يعني زوافريه يعني كنا باقيين بلا زواج كنا اكثر كنريحوا هنا مع احمد كدار خاويه هنايا وتصوروا واخا كيعيا علينا هو اجو طيب وطيب وما كناش كنبغيو نطيبو عرفتو علاش؟ لان كيعجبنا الماكله ديالو هو ومن ديك الايامات وكان ديك الايامات تبنا صافي بالطيب. ودابا هذا المرض ما تكل عليه فهمتي واخا ما تكونش طيب سيدي بالي والله ساعه كيطيب له المرض ما فيها لا طيب لا صافي جميله لا ماشي بعض الصلاه هاي حقا ولكن انا بعض الساعات كنكره عليه طيب ديال الانسان انت واش ما عرفتي لا احترامات الانسان كاملين ماشي توحش الماكله ديال داك صح توحش الماكله ديال دي وصافي واي داك قول كنكره الماكله ديال الانسان كاملين الماكله كامله عندها مزيانه ولكن انا سبحان الله توحش ديالي هذيك الطابليه صافي هذيك الطابليه طيب انا زين نقولوا واش بالك القوامل د احمد وداك الشيء كاين الله يدير القوامل لا الكاميرا واخا تجي قبيحه لا عقيه قبيحه والله تنفضحوا المشكله واخا نبغاها تجي ناقصه ما كتجيش ناقصه والمشكله عنده اللي دار ديك الصبيعات كما قال هذه ان شاء الله يا ربي عرفتي لما نقيها لقيتها الويصه وقالت انا في الدار ما كنا مجين
قتل منا توحمت على القى ميلاد احمد قتل مخصني لنا كل القى ميلاد احمد طالع ويا مره اخرى تشوف هي مره اخرى في محمد علي شتي كان علي شيء تماما تا قاز الوقت وانا وحنا القتل قلت له زعما ما قلتهاش قال لي انا بغيت شي مقوله وهذه هذا قلت عقلت درجه المناسبه نيشان تاكوس اون بورتي ديلي تاكوس يا ديال تاسود في رمضان رجع بدا الله الا يدير شفت الطور ديال رمضان اللي عملنا في رمضان لا الا لك شي كامل بارك الله عليه والله الا انا ناضي تاكوس انا سببت هذا ولكن كعوناتك نظيره عوناتك ماشي عبد وحده لا طيب ايتك اش ما ذكرش يعاود يجمع لك في تعاليق المشاهدين يقولوا لك اه صافي قلتي عبد وحده كنسيت المراه لا 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 والله الا طيبه ثنا ولكن راه تاكوس انا طيبت تسمع النظام العصابه جاوا كيستناو العشاء راه طايره كل شيء ميزه ماشي شو ملي شاطر شو ملي فردوس على السلامه هذه فردوس العائله الحسن بدل الحيده هضر مع المشاهدين قول لهم لاباس عليكم بخير قول لهم توحشتكم هضر معهم فاطمه الزهراء قول لهم لاباس عليكم بخير لاباس عليكم بخير توحشتكم بزاف الله على حلاوه يا الله يلا يلا درتينا يا درت معاهم فاطمه الزهراء السلام عليكم توحشناك قول لهم انا فردوس انا فردوس ايوا انا فردوس عمري شحال عندها عندها 7 سنين فردوس شحال عندك فردوس 8 سنين انت فاطمه الزهراء 8 سنين عندك 8 لا لا انت انا 7 سنين سبع سنين. رضوان معاك كيفاش تعطل باقي ما وصل باقي ما جا. رضوان عيط له قال لي ماشي. تو فاش كنا حنا طايحين في لقبة تو خرج. شنو قال لك خرج. باش يجيب شي صخرة وقيلة. هذه هنايا 2 كيلو 200 دالبقري. البقري؟ اه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة. نطيحوا هنا الكويملات. راجلين. وحنا شيني كاين هنا؟ تما الكفتة، الكفتة ما نديروها حق 14، هذه عندك ساعتين عاودين، هاي طيبها بالطواجن وما طيشها وهذه تجي مخير. تبارك الله، العشاء مخير من برا. مرحبا بكم وبالصحة والراحة. دابا كنا تبارك الله عاود راه بزاف بينا هنايا، حنا وليداتنا رضوان ولادو، الحسن ولادو، عاوتاني تما كما كتعرفوا معنا الوالدة، زيد أحمد وليداتو، والوالدة ديالو عاوتاني هنايا كما شفتوا معنا، معنا أختي حبيبة، المهم تبارك الله. عمتي فاطمه فين؟ المهم العشاء جينا من برا. عمتك فاطمه قلنا لها بقى نمشي للقصر معانا قالت خصني نوض بكري باش يطلعوا الزيتون في الصباح. لا بقى ما طحناه. اه يطلعوا في الصباح للماكينه يطحنوا. دابا هذا عطر ياك. اه تاع طيره. يا تشوف التحميره ما يطيبوش بها انا سبحان الله نطيب به. انا ثاني تحميره عزيز عليا. قسما بالله تشوف اللحم انا تشوف جيب اي مره ما طيبش التحميره. وانا كنت اللحم. في اللحم الله لا طيب يطلع به اقول والو. وانا عجبني سبحان الله نطيب به. كتلد ليا انا ما عجبنيش سبحان الله في المراق صفراء تاني والله الا عجبني والله انا ما عجبنيش المراق صفراء المراق تكون حمراء حمراء بحال دجاج بلدي صار دجاج بلدي تجي حمراء مسكين جبل شحال عملت انت هذه البصله ثلاثه ثلاثه البصله عمر وعزيز عليك ديما اللحم لك اللحم بزاف كيعمل لها بصله زايده باش كتجي لذيذه هذا اللي بزار اللي بزار انا كلشي في دار عطره كامل ما خصهاش يزيد بزاف حسب فيها الشحنه فهمتي لا لا باقي واحد الحاجه ما تزيدش ياك كنت نسيت الموبايل راه كيعمل الوضع كما كتشوفوا القزبر والمعدنوس خليها تقلب مزيان وديك الساعه تمرقها ياك خليها تقلب ديك الساعه تمرقها تقلب مزيان عرفتي خليها تتعسل على المرقه ملا علينا في صلصه تشوفوا دابا الطنجره ما طلع لنا حد سماوي صار والله 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 ثم الجامله ديال دابا عاود طيب قطعنا مطيشه عاود وكان الكفته نزيدوا عاود مع قطعنا مطيشه نزيد عاود مع الطنجره ولكن ديك الكفته بزاف راه ما عقدتكش ديك الطاجين هذاك كامل طيبوها ونشوفوا لا نزيدوا حتى طاجين اخر هاي قلت لك البصله عاوز تقطع مزيان زعما تصاوب جوج طواجن ديال الكفته هي كان عندي كنت باقي لها الثوم ولكن الثومه جبرتها تسالاتني صافي عاد البصله كافيه
الا لما تجي مع الباقي راكم مع البصلقي انا الصراحه عنده الحق الكفته في العماطيشه والله صح جبتيها مع التومه اللي ما كانش التومه صاير ماشي مشكل ملي ما كانتش التومه كما قلتي راه هجره مسكينه اللي هنايا حرقه للعوزيه راه عندها التومه سعيده جينا محمد طلب يجي يا ايوا ما جوا العشانيش انا يا محمد ان شاء الله اي والله يعطيك الصحه وانت نالقه من اللي كخصاك ها هي كدوجيت صافي على خطرك دابا تشوفوا طواق الكفته ملي طيب ملي طيب الطاجين تبع باش نشعلو نعطرو ملي طيب ما طيشه عاود تقرب الطين ماشي الطين مره تقرب يعني نص طياب ايوا وديك الساعه انتم نكون فيها الكفته باش كطين مره فهمت صافي واحد شي ريحه وين بارك الله على مروه شميت الريحه بنتي ها شهيتي معنا في الجلسه المدرسه يا داغي انا شفتو انا شداغي يا وجد واحد دار ولادي الحبيب يحرم كما يقولون صراحه الكبار الله يسمح لنا من انا جيو انا بدي احطهم دار ما اقول اولاد الحبيب لا نهر انا اصغر من اجيو الاغلب عندنا نقولوا اما لا يقولوا ولاد الحبيب دهر يا ولاد دابا ما عطيش قرب الطيب دابا نحطوا له عاود الكفيته فهمت فهمتي الخو يا ولاد الحبيب دهر باينة شي واعر بحال ماما شي على ريحه طالعه راضية يعطيك الصحة قلت نزيدو تما يبقى له شي فايد زين الجميلة هي كانت تقلى من رقتها ولا باقي؟ لا باقي لما تقلات شي مزيان تركوبها الاحتراق هو السرد اللي داول تقلى كتخليها تقلى مزيان دابا بزاف الواحد لاحظوا سواء من النساء ولا يخليوها تعصب لها بلا ما المزنة طابت شوية صافي كبير انا لما تقلات شي مزيان هذا قرب الطيب هذا قرب الاحتراق ماشي هذا احتراق انه تعسل مزيان صافي يعني عاد مرق عاد مرق اش دابا نتوما كيفاش القوالب ديالكم جالسين بوحدكم تما ليهم في البيت وكيفاش؟ ايوا جالسين حنا كنوجدوا العشاء وانتوما ما كطلعوا علينا ما عاقلين علينا جالسين نتوما بالروينة بكم طا 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 على الاقل وعلى الاقل طلعوا علينا ونبقاو شي فيكم دا طلعوا علينا قولوا حق فين وصلتوا ساكن يا شنو كتبقيو تما؟ جالسين طلعوا علينا خايتان نحسوا براسنا انا وياك الكوزينه بحالي مغربين عاد جبينا ونسى كاملين مجموعين في البيت خلي اخر ما تجيش الكوزينه والله الا جالسين دابا عندها راحة النهار سخون النهار الروك وراحة مع راسك صح تنزل على الطابله صح حلوه البهدل الجد جبنا يما احنا نتناو بيمشي يجيب يما من عند العزيزه هو خلاها وجاب حدو انا ياه انا ياه كيفاش انا؟ انا ولا اعوذ بالله من قول تان اياه شميت لك تنزل شي زويتان شحال شريت بعد الزيتون؟ شريت طول شريت طن ب 10 دراهم تبارك الله شريت لك واحد طن عند شي دراري صحابي وصوني عليه وغادا نصبحو نطلعو المطحانه وبغيت طحنه وجيت دي الزويتين ديالي بارك الله خدمتي خدمتي خصاي مزال دري صحابي عاود شوف واخا جري معاها عاود يوقفوا معنا بزاف الحاجات اللي نحتاجوها بصراحه وانا نزل الزيتون هيدايا وانا نشوف الريحه الجميله يا احمد عرفتوا زعما وهي طيبه بركه من القوالب ايه يا عمي وعمي نجي عمي خلي الرحمن العربي مع عمي نجي شاف يديك الريحه الريحه الجميله ديالو بحده والعيط اللي حسيت سمعت في البيجو تما سمعت جيت على رجلك وجيت انا نجري في النقود طلعت منها ما انا نجري والروايح وانا من موراها ما طلعتش للصنداله لا والله العظيم دابا رجع مورايا باش ندير شي كسر مع سير سير صاحبي جي بدا يا سير حسبيت كنا سير سير جاي يمك سير دابا كنا تشوفوا لنا وصلنا نحطوا لنا بعد الشاب غادي نجبدوا طوال نعطيوا على العيال هذا العيال هذا الطاجين دابا نحطوا مع وسط الطاولة ديالنا حنايا ديالنا الجميلة هي بينية هكا على تعسيلة جافية واو الله يعطيك الصحة سيدي الله يعطيك الصحة شوية هيدا وشوية هيدا شو هيدا السلام عليكم السلام تعطلت صاحبي بزاف يا ودي الشغل يا الله ودي تعطلت بزاف ولله العجب السلام عليكم مشاهدين كيفكم بخير مزيانين الصحة بخير هانيين تحياتي لكم جميعا من طنجة القويرة خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن توحشناكم يا نعم سيدي زين أيوة سيدي وتحية لعمي عبد العالي ومرات عمي وصال وخوتي ولاد عمامي سي محمد
ولدعم ميسي محمد واشراف حمزه وبيه طيب النبي يده احمد برانا العشيه طيب النبي يده وطيب ديالو الجديده ايام شحال هذه ما كنا هنا القوا مالو ديك الشيء خاصه كنا نمشيو للساب كنا نديو البوطه ولا هذه كل ما نمشيو لهم ديك من عنده الله يجي كنا نقول لك يلا احمد يلا سير تحديدا تحديدا الدفله مضاديه مش مره يصنع لنا شيء جميل تم يصحى الله الله العظيم وخير الله يقول من ديال واعي شوف ديك الطلبه كانوا عاموا كانوا بحال جنون هذوك كانوا بصح شر من الناحيه شي واحد تما كيعوم يشرب المحيه هما عم جمعين واخرين مجمعين هذا كان بحال جبن طيب الدفله واخرين كانوا فايتين وكانوا فايتين ارض وقال لك قلت جنون واقيلا ولا قال جنون كانوا داروا المحيه تحيه الدراري اللي كيتفرجوا كاملين تحيه لجدي تحيه لجدي وجداتي الحجه تحيه الحاج بنطيلو بالزيت ديالو الزيت ديال الحاج والحاجه الله يكثر خيركم ما بقاو لا مساليه لا هي عاودت دابا كيفتين زيد شويه زيت بلديه دابا تساعد الزيت دابا ملي شوفوا اللمسه الدخيح ملي كطيب الماكله كيعمل لها واحد شويه زيت خضره باش كتزيد فيها واحد النكهه عرفتي على النكهه كتجي فكره واعره هذه الو واش ماشي معنا رشيه شكون نتوما لا عقاو تما ماشي نتعشاو معنا لا لا عقاو تما ما تجيش شوف 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 صافي اللي يلعب شويه بهم كيما كتشوف زعما عرفتي النص اللي شي معطي الصاحب لا عازيده صاحبي تمشي تربي ربك عازيده عمر ما ديك البوس كيف صافي خويا صافي خويا صاحبي زيد ديك المصاري كل ديت بزاف زيد ما تخليك لا والو الله يلعن ظهر الحال ما تخليش يا صاحبي هذاك الدي ديك القاع شي حاجه عازيده كل شيء باين ان شاء الله كل شيء الله الا حقنا بها مسلم تبارك الله سير سير ودي اخي احمد سير ودي اخي احمد سير الله يعطيك الخير سير الله يعطيك الخير اخي احمد 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 أو على السلامة سعيدة نسينا مشاهدين قلنا لكم سعيدة ما جات يلا جات تعطلت بزاف عاود سير دون ها هو عاوتاني دخل بالمناضة زيد تفضل 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 والله العجب الله يا ودي نزلها هو عاوتاني نزلنا المناضة ولا تبدا الله يعطيك الخير المهم احنا كنبينو عاد تجاه الجنود الخفاء اللي في هذا الشارع كنبينو كنبينو على الوان عبد العال كنبينو على الوان كما يبغى الكاميرا يوري اللي بغاش يصير به زعما يطلب انا فهمني احمد يصير به انا في القاعه طول في العراس احمد طيب شوفوا وين صار السمنه شوف دوق دوق المرقه ورد علينا بلا نفاق عندك عندك كنا قصاد وتقول لنا انا مزيانه لا يا عيشوبه ديالها باينه واخا تجي تقول لنا قصه ناقصه شنو قال لك انت ذاك الخايب تسلم الله العظيم والله العظيم الله يعطيك الصحه والله لا واعي والله الا خير احمد من يلا ها انت يا لالا قلب طيب فينا ها انت بقيت على خطرك ها وانت يلا ها انت اذا وقيتها قلت لنا قال لنا محمد قال لنا محمد عادي ما جابليش قلت لنا ما قلت ليش شوف هي ما قالت ليش ادنو الله على وي يا يا سلم عليه اسمي اقسم بالله الا واعر والله الا حق يا مسلم والله لا جملتك انت كناقصه والله تنقول لك ناقصه خطيره اقسم بالله الا جابك جميله خطيره واعر للذاتيه تبارك الله ينقص على الصيف شويه طيب ان شاء الله يا رب قلنا طيب ضد بيشه ضد هذا السد قلنا طيب ضد بيشه الموضوع كنا نمشيو من اخي السد الوحده انا ايش تي؟ وانت يا ربي راه شو والله ما يكون لك ممكن والله ما كان لك حرفه ما ينعمها
شوف شوف الحرشة ذكرني عنده الحرشة والقميلة لقموة. صحتكم صحة وراحة خاطر صحية الله يمزيده. يلا بسم الله يلا بسم الله يلا وين دا بتعشينا وسالينا وكل شكر أحمد على هذه العشاء والله لك شكرك تبارك الله صحة وراحة أعطيك الصحة صحتكم كيف أجيكم وكل شكر أحتنا ضيرا عوتاني واتمنى وخا ما شاركتش في العشاء واتمنى أعجبكم الفيديو واتمنى أعجبكم الشيء هذا اللي قينا وقبلوا علينا شو اللي كاين. انا ما اشكر في راسي ولكن هاوي صدقوا لكم. كيف جاتك الكاملة بنتي؟ واعره بصح نعطيك الصح. الكاملة الحمد لله ما كيف جاتها؟ العزيزة مسكينة كذا اسمع الكاملة الكاملة وهذه كتجيب الله زعما قالت زعما باقا ما قصدتهاش انا باقا قالت لي اني والله الا دابا مضت لك عليه والله الا ما كذبوش عليه 10 على 10 طيب زوفري ولكن طيب جاء عضى عليه 70 ديال داك كنشكروا عمي عبد العالي اللي باقي كيجمع العائله وكيجمعنا في واحد المجمعه ترفيهي وحنا وليداتنا والعائله كامله والحجه وهادشي اللي خطاه علينا وخا توفنا الوالد باقي كيجمعنا هو لان كنحسوا بواحد اللمه العائله وحال جمع يعني صله الرحم الحمد لله احنا هذا هو الهدف الحمد لله قائم بالوالد في المقام ديال الوالد صراحه الحمد لله احنا من هادشي كامل كما قال رضوان يا اللمه ديالنا الحمد لله تبقى هي تايا ونبقاوك يعني كنتواصلوا بيناتنا دائما كنتلاقاو وليداتنا مجموعين مع بعضياتهم العائله وهادشي كامل كما قال لكم رضوان يعني ملي كنجمعوا كيكون واحد العائله يعني ترفيه واحد الضحك واحد النشاط يعني احنا ما كنجمعناش الماكله ولا شي حاجه راكم عارفين كنجمعنا عيد ديك الفرحه وكنفرحوا وكنشطوا الله يرحم الاخ ديالي والله يوسع عليه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين امين يا رب العالمين هذه كنا نجمعوا فيها وحنا باقي بره والله الا اغلى كنا نجمعوا سبحان الله بزاف هنايا كامل عاد كيجي مسكين اللي هنايا كيجي من السطر اللي هنايا صافي نجمعوا ليه كامل سبحان الله وهذا البلاصه هذه الى عقلت يا روان على واحد الصوره انا وياك كنا باقي صغارين عن كان ديك اللبسه تحت وما انا وياك ديك انا قمايج بحال بحال الصرا والبحال بحال الصرا بحال 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 الصرا بحال بحال الصرا برافو عليك عقلتي عليا بهذه البلاصه هذه قلت لي انا وياك اقسم بالله كان عندنا شوب ستوني شوب ستوني والله اقسم بالله الى عاقل عليا حتى شوب ستوني هو في يد وحده كيشرب انا وحده واجي الله اعلم الله اعلم كان ممكن ايام الدلع لا رضوان اقسم بالله لك يهضر والله الا عندي في الدار ياك بعد شتي دابا دابا رضوان هضر ولا قتل صور صور انا الشرط انا والله راه نضحك انا محمد يضحكني يقول لي شي هضر ثواب خالد ديما مجموعين وخالد ديما محبين ومجموعين امين يا رب العالمين الله يحفظكم المتابعين اللي تتبعوا معنا شكرا للمشاهدين ديالنا على الوفاء ديالكم لنا والحب ديالكم لنا كما كتبغيونا حتى انا كنبغيوكم كنموتوا عليكم ربي يحفظكم وشكرا لكم بزاف بزاف ونضرب لكم موعد غدا ان شاء الله في واحد الفيديو واحد اخر تصبحوا على خير وصبحوا على خير وكنشكر احمد بزاف على جميله جميله هذه الفيديو اجي لها على سمي واه كامله في خطا احمد